اهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات جاوب مع عطيه. سؤال النهارده بيتكرر في كل الشركات اللي احنا موجودين فيها، وساعات انا بساله لنفسي. انا بقالي فتره بشتغل في الشركه، بقالي 3 4 5 10 سنين ومرتبي بيتحرك زي السلحفه، وبقالي سنتين او ثلاثه مرتبي ما اتحركش، ازاي اطالب بزياده المرتب؟ ده سؤال لولبي دايما احنا بنساله لنفسنا، وكل ما نسأل السؤال ده للمديرين بتوعنا اللي موجودين في الشركة يقول لنا أول السنة الجديدة ربنا يسهل مفيش فلوس، مع إننا احنا شايفين الفلوس داخلة وطالعة جوه الشركة والدنيا جزء اللوز. لازم أبقى فاهم شوية نقاط وأبقى عارفها كويس. إن في حاجة اسمها الأول الزيادة السنوية. يعني إيه الزيادة السنوية؟ يعني بداية كل سنة جديدة لازم أنا أزيد. طب أنا أزيد ليه؟ بزيد تبع قانون العمل عشان اقدر اعيش، لان في حاجة اسمها معدل التضخم الموجود في كل الدول اللي احنا عايشين فيها. معدل التضخم يعني انا النهاردة كنت بروح اشتري بمئة جنيه او مئة ريال او مئة دولار اي حاجة من السوبر ماركت، بعد السنة اروح نفس السوبر ماركت واخد نفس العملة في نفس الدولة اروح اشتري بيها نفس الحاجات. لو لقيت الحاجات دي زادت اشوف الزيادة دي ايه، والزيادة دي هو ده معدل التضخم، وهو ده اللي لازم أنا أزيده في المرتب بتاعي. يعني معدل التضخم في الدولة اللي أنا موجود فيها من 10 لـ 13%، ودي الفئة الطبيعية والرقم الطبيعي القديم، فأنا لازم أزيد من 10 لـ 13%. سواء أنا بقى موظف شاطر، سواء أنا موظف مش كويس، سواء الإدارة مبسوطة مني، سواء الإدارة مش مبسوطة مني، لازم أزيد من 10 لـ 13%. طب ليه ازيد الزياده دي؟ عشان اقدر اعيش، عشان يفضل مرتبي محافظ على قيمته. طب الزياده دي اي حد بيزيدها وخلاص؟ هقول لك لا، ان في بعض الشركات بتطنش، تقول لك اصل الظروف الاقتصاديه، الظروف التي تمر بها البلاد والعباد. طيب الشركات الاخرى ودي الغالبيه العظمى بتعمل حاجه اسمها تقييم الاداء، البرفورمانس ابريزل، يعني نقعد نقيم أدائك طول السنة اللي انت موجود فيها ونقول انت موظف صالح او موظف محتاج تقويم في بعض الأشياء وبعض المواضيع، فعلى هذا الأساس نزودك الزيادة في جزء منه بتاع الزيادة الطبيعية بتاع معدل التضخم، وفي زيادة على حسب مجهودك. طيب دي من أهم الحاجات اللي انا لازم ابقى فاهمها وعارفها. يعني الشركة لما بتزود مرتبك مش بتزودها زكا، لا، ده مفروض لازم يكون مكتوب في العقد اللي بينك وبين الشركة اللي انت النهاردة بتزيد الزيادة الطبيعية السنوية. بس لو الشركة مطنشة بقى وبتقعد بالسنة والاتنين والتلاتة ما زودناش وعلى قديمه، اعمل ايه؟ يبقى انا مطلوب مني اللي انا ابتدي اخش في مرحلة تانية، مرحلة طلب زيادة المرتب. ودي من أصعب الحاجات قوي، لأنها ساعات بتبقى في إيد المدير المباشر أو الشركة ماشية عندنا بالحب، اللي بيطالب بالزيادة بيزودوه، واللي بيطنش أو بيتكسف أو بيقعد على جنب وما بيتكلمش ما بيزيدش. يعني اللي صوته عالي بياخد حقوقه، واللي صوته طيب ومحترم وأهله ربوه ما بيعرفش ياخد حاجة. فأنا محتاج اللي أنا أطالب مديري او مديريني او الراجل بتاع الموارد البشريه او صاحب الشركه بزياده المرتب. طبعا المطالبه بزياده المرتب حاجه مش سهله، لانه دايما لما بتجيله يقول لك اصل احنا اخر الشهر، اصل احنا بنقفل، اصل انت شايف الارقام، اصل انت شايف الظروف، اصل انت اصل انت اصل انت، ويقعد يتحجج ويسوف ويرميك لقدام. فعلى هذا الاساس لازم انت تعمل بقى ايه، خطه استراتيجية صالحة لزيادة مرتبك. فأنت لازم تقعد تجمع كل الحاجات الإيجابية اللي أنت عملتها في فترة زمنية، فلنقل مثلا في 3 شهور، طلع كل الشغلانات اللي هو طلبها منك وأنت عملتها، طلع التحقيقات اللي فادت المؤسسة وعملوها وجابت فلوس وأنت كنت سبب فيها، طلع العملاء اللي أنت زودتهم، طلع الأفكار الجديدة اللي انت قلتها وهم نفذوها وانت نفذتها وأدت إلى ربحية الشركة. فعلى هذا الأساس
لازم تختار الوقت المناسب اللي انت تقعد تتكلم مع مديرك. ما تجيش انت اخر الشهر هو مخنوق ومزعلان ومتضايق ومتعصب، او نازل من الاجتماع مع البوب الكبير والدنيا مش مشبره والدنيا مش حلوه، وتقعد تقول له انا عاوز ازيد مرتب. لا، اختار الوقت المناسب. علشان كده دايما انا برشح وبقول للشباب لازم النهارده تتعلم حاجتين: مهارات التواصل الجيد والذكاء العاطفي. وممكن تقرأ ونعمل فيديوهات على الذكاء العاطفي، ازاي تطلب الحاجة امتى وفين. لو بتطلب منه الزيادة وهو بيقول لك فين الارقام، عمره ما هيزودك. بس لما تعمل له انت نجاحات وحاجات كويسة وهو يقول لك متشكرين قوي، ده انا مبسوط منك قوي، ده انا كنت قاعد مع الادارة العليا وكنت بتكلم عليك كلام ايجابي، ده الوقت المناسب. بس ما يبقاش الكلام مرسل، لازم الكلام يبقى مكتوب قدامك، ممكن تبعته له في ميل، في رسالة: انا عملت 1 2 3، انا عملت تحقيقات، انا اديت ربحية للشركة. وما لا يترك كله، لا يترك كله. يعني هيقول لك اصل ما فيش مرتب زيادة، اصل انا لو زودتك زمايلك هيزعلوا، اصل 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 اصل. حاول تاخد ايه بقى؟ تاخد مميزات، تاخد عمولة، تاخد مكافأة، تاخد مميزات، تاخد أجازة. فأنت بتحاول النهاردة تستفيد من المؤسسة بتاعتك زي ما هي بتستفيد منك. خلي بالك إن العلاقة اللي بيننا وبين شركتنا علاقة منفعة ومصلحة مشتركة. يعني ما ينفعش اللي أنت النهاردة الشركة هي اللي تبقى كسبانة وأنت تبقى مطحون يا عيني ومش لاقي تاكل ومش عارف تعيش وشايف ان الشركة بتكسب وشايف الادارة العليا بيركبوا عربيات وبيجيبوا موبايلات والدنيا جوز اللوز. مش بقولك تبص لحد ولا تراقب حد ولا، لان الرزق ده بتاع ربنا، بس العلاقة اللي بيني وبين الشركة هي علاقة منفعة مشترك ونجاح مشترك. وانا كموظف من احد اسباب نجاح الشركة دي ونجاح المؤسسة ونجاح مديري ونجاح اصحاب الشركة. فعلى هذا الاساس ان الطلب زيادة المرتب هو حق مشروع، حق مشروع ليك وحق مشروع ان الشركة تزودك من غير ما تطلب. فعلى هذا الاساس انت النهاردة لازم تحضر لتقييم الاداء بتاع السنة الجديدة. في شركات بتعمل تقييم الاداء كل 3 شهور، في كل 6 شهور، في كل سنة، وفي ناس بتعمله كل شهر. فعلى هذا الاساس لازم تبقى انت عارف وفاهم كويس اللي انت النهاردة متشاف متراقب. والحياة كلها مش بالحب، مع ان في بعض الاوقات بتبقى بالحب. الحب ده يعني ايه؟ يعني العلاقات الجيدة، يعني زي ما انت بتعمل الشغل كويس وبتعمل اداء كويس وبتعمل بيرفورمانس وبتعمل مكسب للشركة، لازم تحسن العلاقة اللي بينك وبين زمايلك، لازم تحسن العلاقة بينك وبين مديرك، لازم تحسن العلاقة مع الناس اللي فوق 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 مديرك. لأن الحاجات الصغيرة دي أو العلاقات الإنسانية بتسهل جنب شغلك الكويس. أنا عارف إن شغال كويس ومخلص، بس ساعات ما بتعرفش تقول كلمة طيبة، والكلمة الطيبة صدقة، وده يخش تحت. ما تبقاش عصفورة، ما تبقاش شخص سيء، لكن احتسبها احتساب جيد عند ربنا. اللي أنت النهاردة بتتعامل مع الناس كما تحب أن يعاملوك. فعلى هذا الأساس اقعد بقى وراجع نفسك، شوف انت عملت ايه حاجات ايجابية واكتبها، وروح اقعد مع مديرك وكلمه. وخلي بالك في نقطة مهمة جدا لازم احنا نبص ليها: طالما الادارة العليا والناس الاكزيكتف جوه شركتك بيحسوا انك بتفهم وعارف حقوقك، بيبتدي يدوك حقوقك. الموضوع موضوع تفاهم مشترك. يعني ما تضربش الباب برجلك وتقول اصل انا ما خدتش حقوقي، اصل انا مش شغال. لا، انت لازم تبقى انت النهارده بتوصل اللي انت بتعمل حاجات ايجابيه، ومرتبك اللي انت بتاخده نهايه الشهر ده مش زكاه. الشركه مش بتديهولك كشؤون اجتماعيه. طالما انت بتيجي في مواعيدك وملتزم وموظف نموذجي، طبعا الكمال لله وحده، كل واحد فينا عنده عيوب وحتى الاداره عندها عيوب، بس ما فيش مشكله، انا بحاول اصل للكمال، او ببقى موظف على قد ما اقدر بعمل اللي عليا. فعلى هذا الاساس مرتبي اللي انا باخده ده نتيجة تعبي مش فضل من الشركة. وزيادة المرتب
ده نتيجة تعبي، وزيادة المرتب اللي أنا باخدها نتيجة الربحية اللي أنا بحققها للشركة. فعلى هذا الأساس لازم تكون العلاقة اللي بيني وبين الشركة مكسب وربحية مشتركة. يعني ما حاولش أقعد أضيع كل يوم الثمان ساعات وأقول أنا بشتغل، أضيع الخميس اللي هو آخر يوم في الأسبوع، اليوم اللي هو قبل الأجازة الطويلة بتاعت العيد أو بتاعت عيد العمال أو أي مناسبة قومية، ما ضيعهاش. ولازم أفتكر وأعرف إن ربنا شايفك ورقيب عليك قبل ما مديرك وقبل ما الكاميرات وقبل ما السماعات وقبل أي حاجة تبقى مراقباك وشايفاك. فعلى هذا الأساس لازم تبقى أنت عارف الزيادة السنوية بتقاس إزاي، لازم تبقى عارف إن عقدك مكتوب فيه ويكون مكتوب فيه ان في زيادة سنوية او كل فترة من الفترات نتيجة تعبك ومجهودك، لازم تعرف ان في حاجة اسمها معدل تضخم، لازم تعرف ان في حاجة اسمها تعديل مرتب. تعديل المرتب ده لو انت النهاردة جيت وكنت بتشتغل في فترة من الفترات كنت لسه مستجد تاخد مرتب صغير، بس كبرت وعظمت شغلك وانت قاعد لسه في نفس البوزيشن ونفس الليفل بتاعك، فانت ممكن تطالب بتعديل مرتب، يعني يعدلوا لك مرتبك على قد مجهودك وعلى قد الريزلتس اللي انت بتأديها. العمولات، الزيادات، المكافآت، الاجازات، المميزات، كل دي تخش تحت البينيفيتس والمميزات اللي انت تاخدها لو انت النهارده مش عارف تزود مرتبك وتعدله. زيادة مرتبك والمطالبة بيه ده حق من حقوقك، بس لازم تعرف تطلبه بطريقة كويسة، لان في الاخر وفي الاول البني ادم سمعة، والموظف مننا مكمل مع شركته او مكمل مع قطاع الشركات فترة من حياته وطويلة، فلازم تحافظ على الفترة دي بنجاح وعلاقة جيدة وعلاقة كويسة، لان الوشوش بتتقابل، ومرتبك ده نتيجة تعبك ومجهودك، فطالب بيه بس بشياكة وألاجة، واختار الوقت المناسب لاختياره. يلا كل النجاح والتوفيق، مستني كل الأسئلة بتاعتكم على جاوب مع عطية، وإن شاء الله هيبقى في فيديوهات كتيرة على كل الأسئلة وكل المشاكل الإدارية اللي بتقابلنا جوه شركتنا. كل التوفيق والنجاح للجميع، وانجوي.